أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. الرئيس هادي يؤكد مشاركة الحكومة في مفاوضات الكويت ويقول أنها تسعى لصنع السلام. اشتباكات متواصلة في تعز وجرح المقاومة يطالبون الحكومة بعلاجهم. مقتل عناصر من الميليشيا في هجمات للمقاومة على نقاط تفتيش لهم في محافظة البيضاء. أهلا بكم. قال الرئيس عبد الرب منصور هادي إن وفد الحكومة ذاهب إلى مفاوضات الكويت من أجل صنع سلام دائم للبلاد. وأضاف هادي خلال لقائه مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون والسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أن ذهاب الوفد الحكومي إلى مفاوضات الكويت هو من أجل استئناف العملية السياسية ووقف دائم للعمليات العسكرية وتنفيذ القرار الأممي 2216. من جهتها أفادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية أن الإنظار تتطلع إلى الكويت لصنع السلام الذي يضع حدا للمعاناة ونزيف الدماء اليمنية وعودة الحياة ومؤسسات الدولة والشرعية. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن مفاوضات الكويت ستتم وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني من أجل تنفيذ القرار الأممي 2216. وأوضح المخلافي أن المفاوضات ستستغرق أسبوعا أو أكثر، وسيتم تشكيل فريق للتهدئة مهمته الإشراف على وقف إطلاق النار. تتواصل الترتيبات المتصلة بوقف إطلاق النار في اليمن يوم 10 أبريل الجاري، والذي سيسبق جولة أخرى من مفاوضات الحل السياسي التي ستستضيفها الكويت يوم 18 الشهر الجاري. سبق ذلك مجموعة من الخطوات الإجرائية تمثلت في الإعلان عن بدء تدريب فرق مشتركة لمراقبة إطلاق النار ورؤية الحكومة اليمنية لموضوع المباحثات التي كانت أحد نقاط البحث بين ولد الشيخ أحمد ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، التي شددت على أن دعم أوروبا لعملية السلام سيتخطى القول إلى الفعل من خلال إيفاد خبراء عسكريين إلى اليمن للعمل مع اللجان التي ستشكلها الأطراف اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار. 5 نقاط أساسية قال المبعوث الدولي إلى اليمن إن المحادثات ستركز عليها، وهي سحب الميليشيات والمجموعات المسلحة وتسليم السلاح الثقيل للدولة وإجراء ترتيبات أمنية انتقالية والحفاظ على مؤسسات الدولة وبدء الحوار السياسي الشامل وتشكيل لجنة للمعتقلين والسجناء. المباحثات اليمنية المرتقبة في الكويت سبقتها في الرياض مباحثات مع وفد يمثل الحوثيين، هدفها بحسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إيجاد مخرج سياسي للأزمة اليمنية. من جهته أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست عن قلقه إزاء استمرار إيران في أنشطتها الهادفة لتقويض الاستقرار في اليمن والمنطقة. وقال إرنست إن دعم طهران للحوثيين مثال على أنشطتها التي تقوض الاستقرار في المنطقة، وأن موضوع شحنة الأسلحة قد يثار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إلى ذلك اتهم الناطق باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري إيران بالسعي لإطالة أمد النزاع في اليمن ودعم ميليشيا الحوثي. وأكد عسيري في تصريحات صحفية أن طهران تتحدى قرارات الأمم المتحدة وإرادة المجتمع الدولي وتسعى لإطالة النزاع في اليمن، مشيرا إلى أنها تخالف قرار مجلس الأمن 2216 الذي يمنع إرسال أسلحة إلى الميليشيا في اليمن. وهو جزء من خطة إعادة الأمل. وفي السياق ذاته أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري أن بلاده لن تتراجع عن دعم الحوثيين في اليمن. وهدد جعفري بأن قوة الحوثيين سترجع أكبر وأكثر مما كانت عليه سابقا،
مشيرا إلى أن سيف أنصار الله سيبقى بتارا أكثر من أي وقت مضى بحسب تعبيره. وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اعتراض شحنتي أسلحة كانتا متجهتين من إيران إلى اليمن خلال أقل من أسبوع. قال مستشار الرئيس ياسين مكاوي أنه يتوقع إجراء تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية مع تقليص عدد الوزارات في الحكومة الحالية. ونقلت صحيفة عكاظ عن مكاوي قوله إن القرارات الرئاسية الأخيرة أشارت إلى استمرار أعضاء الحكومة الحاليين في العمل، مشيرا إلى أنهم ليسوا بحاجة إلى كل تلك الوزارات. واعتبر مكاوي التغييرات في هرم الحكومة والدولة صائبة رغم تأخرها، وتعطي زخما جديدا لتحسين شروط استعادة الدولة التي كادت أن تفقد خلال الفترة الماضية حد تعبيره. وفي سياق آخر، أفاد ناطق المقاومة الشعبية في الجوف عبد الله الأشرف بسقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على المحافظة. وقال الأشرف في تصريح لقناة بلقيس إن الصاروخ سقط في منطقة نائية بمدينة الحزم دون وقوع إصابات، وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من السيطرة على مناطق واسعة في المحافظة بعد معارك مع الميليشيا منذ أشهر. زار وفد حكومي قادما من الرياض مواقع عسكرية في محافظة الجوف وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين. كما زار الوفد الذي يمثله وزير الخدمة المدنية ورئيس هيئة الأركان اللواء محمد المقدشي ووزير الشباب والرياضة نايف البكري مستشفى الجوف ومحطة توليد الكهرباء. تستمر مهمة الوفد الحكومي المكلف بزيارة محافظتي مأرب والجوف، مهمة أخذت على عاتقها تقييم واقع ما بعد الحرب وتلمس احتياجات ومتطلبات المحافظتين. في مركز الجوف تحديدا تفقد الوزراء أهم المواقع التي حملت آثار دمار جراء الحرب، وكان لابد من التخطيط للمرحلة المقبلة، ولهذا اجتمعوا مع قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية السادسة لبحث المتطلبات العاجلة في هذه الفترة، ومنها إعادة الأوضاع إلى حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية وإدخال المعونات والمساعدات لإغاثة الأهالي وتخفيف معاناتهم فضلا عن إجلاء الجرحى. تزامنت الزيارة مع مواجهة عنيفة تشهدها منطقة العقبة أسفرت عن قتلى وجرحى وتقدم للمقاومة والجيش الوطني في أجزاء كبيرة من المنطقة. محافظ المحافظة حسين العج العواضي أشار إلى أن الجوف بلا ميزانية تشغيلية ولا مرتبات للموظفين، وهي بحاجة إلى إعادة إعمار وتأهيل المؤسسات والمكاتب الحكومية التي دمرتها ونهبتها الميليشيا. وأنتم تشاهدونهم الآن بدون ملبس ولا مسكن ولا مأوى، كل مسكنهم تدمر، كل مأواهم تدمر، وتلتحفهم الأرض، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. قيادة المنطقة العسكرية السادسة فاسترسلت في شرح معاناة أفراد الجيش الوطني ووضع الجبهات، وقال اللواء أمين الوائلي إن ما يشهده أفراد الجيش من معاناة لا يجب أن تستمر، وطالب السلطات والحكومة بتوفير احتياجات الجنود وما يلزمهم لاستكمال عملية تحرير المحافظة بالكامل. الوفد الحكومي أيضا زار مدينة براقش التاريخية ومعسكر اللواء 115 واطلع على حجم الضرر الذي تعرضت لها هذه المواقع، لعلها الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤولون حكوميون إلى الجوف، وهي زيارة الأهم في ظل ما تمر به المحافظة من مخاض للخلاص من الميليشيا وما خلفته من دمار. وإلى مدينة تعز، أفاد مراسل قناة بلقيس أن ميليشيا الحوثي والمخلوع شنت قصفا مدفعيا على حي ثعبات وسط المدينة. وقال المراسل إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الميليشيا والمقاومة الشعبية في أحياء كلابة وثعبات والدعوة والزهراء، مؤكدا وقوع اشتباكات في محيط مبنى السجن المركزي في جبهة الضباب غربي المحافظة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من تعز مراسلنا فواز الحمادي. أهلا بك فواز، وبداية حدثنا على سير المعارك في الوازعية. أهلا أمال، نبدأ معك من آخر التطورات.
والتي تشهدها الوازعية الآن، حيث تزداد المعارك ضراوة في محيط جبل الصيبارة الاستراتيجي. نعم. حيث تحاول الميليشيات الانقلابية السيطرة على هذا الجبل المهم، وقد قامت بقصف الجبل قصفا كثيفا منذ الصباح في محاولة تمهيدية للسيطرة عليه. هذا الجبل مهم واستراتيجي، يطل مباشرة على محافظة لحج. لو تمكنت الميليشيات الانقلابية من السيطرة عليه ستكون محافظة لحج تحت نيران الميليشيات الانقلابية بشكل مباشر. المقاومة الشعبية هناك توجه نداء لقيادة الشرعية وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة سرعة مدها بالسلاح النوعي اللازم لصد هجمات الميليشيات الانقلابية قبل فوات الأوان وسقوط الجبل بيد الميليشيات. لكن حتى الآن تقول المقاومة أن لا هناك أي استجابة من قيادة الشرعية أو قيادة المنطقة العسكرية الرابعة. أيضا حوالي 10 دقائق من الآن سقطت إحدى قذائف الميليشيات الانقلابية على منزل المواطن قابوس سعيد طه، وأدت إلى استشهاد امرأتين وإصابة عدد من الأطفال، حالتهم خطيرة. وتشهد مناطق أخرى في أطراف الوازعية على حدود محافظة لحج وعلى حدود مديرية الشمايتين اشتباكات عنيفة بين الميليشيات الانقلابية وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حيث تحاول الميليشيات الانقلابية التقدم إما صوب محافظة لحج أو صوب طريق التربة تعز لمحاولة خط عدن التربة تعز. نعم. لتحقيق نعم فوز نوع من التقدم الذي نعم فوز، ما إذا تحدثنا عن مساندة طائرات التحالف، هل هنالك غارات مساندة للجيش على الميدان؟ أين تركزت غارات التحالف خلال اليوم؟ طيران التحالف العربي كان وحتى فجر اليوم قد شن عدد من الغارات التي استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للميليشيات الحوثية في عدد من مناطق مديرية الوازعية، أبرزها منطقة الشقيرة وبرح السحوح وبرح الشعيب ومنطقة شعبه. لكن منذ الصباح يعني منذ صباح اليوم بعد الفجر وحتى الآن المصادر تقول تحليق وليس هناك أي غارة للتحالف. نعم، إذن فواز الحمادي مراسلنا في تعز، شكرا جزيلا لك. نفذ العشرات في مدينة تعز وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بتقديم العلاج لجرحى المقاومة الشعبية، وطلب المحتجون الحكومة بالعمل على تخفيف معاناة الجرحى، كما أعلن عدد منهم بدء إضراب مفتوح حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. نكت لمناشدتنا آذانا صاغية، فإننا نعلن بأننا سنبدأ بالإضراب عن الطعام من يومنا هذا. هكذا احتجوا مقاومو تعز بعد أن تقطعت بهم السبل في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها رابطة إعلاميات تعز لمناشدة السلطات الحكومية بسرعة توفير ما يحتاجونه من أدوية ومستلزمات طبية، ورفض المستشفيات بطواقم طبية متخصصة لصعوبة نقل المرضى للخارج. الحصار الذي تفرضه الميليشيا وقوات المخلوع صالح على المدينة يجعل المستشفيات القليلة الباقية بعد استهداف أغلبها بالقصف المستمر عاجزة تماما عن تطبيب أوجاع العشرات من الجرحى. لأنهم أولا خرجوا تحت شرعيتكم وناظروا وجاهدوا وقاوموا بمظلة الدولة اليمنية الجمهورية اليمنية. الإهمال وتخاذل السلطات الرسمية سبب آخر لتفاقم معاناة وآلام جرح المقاومة الذين تغيب أوجاعهم وجراحهم عن أجندة المفاوضات المرتقبة. من نجا من الموت برصاص وقذائف الميليشيا يخشى أن يكون ضحية للمرة الثانية، لكن هذه المرة ليس برصاص المعارك بل بالإهمال وترك جراحه مفتوحة حتى تفلح في تحقيق ما عجزت عنه الميليشيا. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من تعز منسقة الوقفة الاحتجاجية الناشطة حياة الذبحاني. مرحبا بك حياة، وبداية ما هي أبرز مطالب الجرحى اليوم، ولماذا لم تجد استجابة حتى يخرج الجرحى بجراحهم في وقفة كهذه؟ نعم، مرحبا بكم وبكل مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. نحن اليوم رابطة إعلامية تعز قمنا بتنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية لنضع عدة تساؤلات.
أين دور الرئاسة وأين دور الحكومة وأين دور قوات التحالف من أوجاع الجرحى وآلام الجرحى. نحن في مدينة محاصرة ومدينة منكوبة لا يوجد فيها الجريح أبسط مقومات التطبيب. نحن أمام مستشفيات تقف عاجزة عن القيام بأبسط مقومات التطبيب. نحن نفتقر إلى غرف عمليات متخصصة، نفتقر إلى أطباء متخصصين، نفتقر كذلك إلى أدوية. الصيدليات هنا أغلقت أبوابها في وجه المرضى. نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية تهدد جرحى مدينة سعد. اليوم جرحى مدينة سعد يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام ليوصلوا رسالة إلى الرئيس هادي وإلى الحكومة وإلى قوات التحالف أن كفى إهمالا لجرحى مدينة سعد. اليوم أصبح الجريح في مدينة سعد بين سندان الإهمال وبين مطرقة الحوثي. الحرب لا زالت تنتج لنا جرحى جدد. نحن نقف عاجزين أمام هؤلاء الجرحى الذين بذلوا أرواحهم وقدموا الغالي والنفيس للدفاع عن الشرعية. نعم. وللدفاع عن الجمهورية وللدفاع نعم حياة. سقوط هذه المدينة بأيدي ميليشيا الحوثي. لذلك نحن نوجه من هنا عدة رسائل يحدوها الأمل ويحدوها الانتظار ويحدوها كذلك الاستغاثة إلى الرئيس هادي وإلى الحكومة وإلى قوات التحالف بأن تقوم بتسفير الجرحى على وجه السرعة. لدينا ما يقارب 11,000 جريح أصبحوا اليوم يموتون الموت البطيء بسبب إهمال الدولة لهذه الجراح. نتمنى كذلك تأهيل المستشفيات. مستشفى خليفة العام بالتربة، إذا أهيل هذا المستشفى ومد بالأطباء المتخصصين سيوفر علينا الجهد والمال وسيكون ملاذا آمنا لجرحى مدينة تعز. أضف إلى ذلك نريد أطباء متخصصين تستقطبهم الدولة للحضور إلى مدينة تعز أو إلى مدينة عدن أو إلى التربة للقيام بالعمليات الجراحية العاجلة على وجه السرعة. نعم حياة، هذه ليست المرة الأولى التي تخرجون في مثل هذه الوقفات وتطالبون بمثل هذه المطالبات. هل هنالك أي رسائل إيجابية أو رد أتاكم من الحكومة على مطالبكم؟ ما هي الجهة التي تتواصلون معها مباشرة؟ هل هنالك جهة تمثل الحكومة في تعز على الأرض لتتواصلوا معها لتلقوا رد منها؟ نعم، نحن لدينا هنا في مدينة تعز مؤسسة رعاية لأسر الشهداء والجرحى، هي تعتبر الجهة الوحيدة والرسمية التي تعنى بمتابعة أمور الجرحى. هذه المؤسسة على تواصل دائم مع محافظ المحافظة الأستاذ علي المعمري. نعم. والذي له جهود مشكورة وجبارة في الضغط باتجاه تسفير الجرحى في مدينة تعز، لكننا نرى نوعا من التباطؤ وعدم تنفيذ ما يوعد به أبناء هذه المدينة وجرحى من قبل من حياة التباطؤ من قبل من وعدنا نعم وعدنا بتسفير 200 جريح إلى مدينة إلى دولة السودان الشقيقة، وحتى اليوم تأخرت هذه الإجراءات. وعدنا كذلك بتأهيل المستشفيات وحتى اليوم لم نرى تأهيل للمستشفيات. نحن نطالب السرعة، نحن نقدر دور الحكومة ونقدر ما تعانيها البلاد من أزمات ومن حروب، ونقدر كذلك الضغط على الدولة، نقدر كذلك أن البلاد في حرب وفي استنزاف، ولكن حتى نكون أوفياء لما قدمه هؤلاء الجرحى وجب علينا أن نقف جميعنا صفا واحدا لأجل هؤلاء الجرحى. نحن نتمنى أن تكون هناك بوادر أمل بتسفير هذه الدفعة الأولى وهي 200 جريح إلى دولة السودان الشقيقة. هناك كما ذكرت مسبقا 11,000 جريح. لدينا كذلك الجرحى الذين قمنا بتسفيرهم عبر مبادرات إنسانية وعبر المتبرعين من كل أنحاء العالم. نحن أصبحنا اليوم نستجدي الداعمين لكي يمدونا بالمال حتى نسفر الجرحى. استطعنا أن ننجز بعض الشيء، ولكن نحن لا نستطيع أن نقوم بجهد الدولة. فلذلك نتمنى من الدولة الضغط باتجاه تسفير الجرحى. نعم، وصلت الفكرة حياة. لأن الجرحى في مدينة في كل دول العالم لا يجدون الاهتمام اللازم. لدينا جرحى في دولة الهند الشقيقة. نعم حياة، شكرا. توقف الدعم عنهم، لا يستطيعون العودة إلى البلاد ولا يستطيعون
يستطيعون أن يواصلوا بقية عملياتهم الجراحية هناك. نعم، شكرا لك حياة الذبحاني منسقة الوقفة الاحتجاجية لملف الجرحى في تعز، شكرا جزيلا لك. في مدينة تعز أيضا يضطر العديد من اللاعبين الرياضيين إلى إقامة مبارياتهم في الشوارع والساحات المفتوحة بسبب تدمير الحرب لمعظم الأندية وملاعبها. التقرير التالي والتفاصيل. لم تنسهم الحرب هواياتهم، وكلما توقفت المدافع خرجوا باحثين عنها. يوزع أبناء مدينة تعز أنفسهم بين فرق ويقيمون بطولات بين أحيائهم لتذكر ما كان سائدا هنا. تتحول الشوارع إلى مساحات لإقامة البطولات، وبعد أن توقفت حركة المركبات فيها بفعل الخوف وانعدام المشتقات النفطية، خرج سكان لجعلها نابضة وحاولوا رسم أرضها بخطوط اللعب. وفي منطقة السلخان التي تخبئها المباني تلتقي فرق الأحياء المجاورة، ويأتي اللاعبون لإنعاش ما أصابه الفتور. وبالقرب من مقر ما كان يعرف بنادي الرشيد تقام المباريات، فقد تحولت الأندية التي كانت تميز المحافظة إلى مواقع حرب، وشل الدمار مقراتها، واستخدمت الميليشيا أرض الملعب لمعاركها الجديدة، واكتفى من كانوا يحلمون بالانتماء إليها بتقليب الماضي وسيرة اللاعبين ووجوههم والنظر إلى تلك الوقفة الشهيرة التي تجمع من أصبح لقاؤهم بعيد المنال. لقد ذهبت اللعبة ومحبوها إلى دوري لم يختاروا الذهاب إليه، بل أجبروا على السير نحوه والغرق في لعبة لم يجيدوها يوما وما أرادوا ذلك كما يكررون. وإلى محافظة البيضاء، حيث لقي عدد من عناصر الميليشيا مصرعهم في هجوم شنته المقاومة الشعبية. وقال مصدر في المقاومة إن الهجوم استهدف حاجز تفتيش للميليشيا في منطقة العروق بلاد البصير التابعة لمديرية الشرية. إلى ذلك قال المركز الإعلامي للمقاومة إن 3 من عناصر الميليشيا قتلوا وأصيب آخرون في هجوم استهدف نقطة تفتيش في منطقة خلف التابعة لمديرية الطفة. وفي السياق ذاته، شهدت محافظة البيضاء خلال الساعات الماضية سلسلة هجمات نفذتها المقاومة الشعبية على تجمعات للميليشيا أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مديريتي الشرية والطفة. إلى ذلك استشهد مدني وأصيب نجله بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في الطريق العام بمديرية الصومعة. عمليات عسكرية متسارعة في جبهات عدة تقودها المقاومة الشعبية في البيضاء ضد قوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي، فقد أصبحت تجمعات الميليشيا المتواجدة في المحافظة أكثر عرضة للهجمات التي تشنها المقاومة بين الحين والآخر وتكبدها خسائر في العتاد والأرواح. تطورات جديدة طرأت على مجريات المعارك، حيث أفادت مصادر ميدانية أن مقاتلي المقاومة الشعبية شنوا هجومين مفصلين، أحدهما على حاجز للتفتيش للميليشيا في منطقة العروق بلاد آل بصير بمديرية الشرية، فيما استهدف الهجوم الآخر أيضا حاجزا للميليشيا في منطقة خلف التابعة لمديرية الطفة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي مديرية ذي ناعم قتل 4 من الميليشيا وأعطبت عربتهم في مواجهة اندلعت على خطوط التماس مع المقاومة الشعبية. كما شهدت مديرية الصومعة جريمة جديدة راح ضحيتها مدنيون، حيث قالت مصادر ميدانية إن مدير مدرسة المشرع أحمد الجروي استشهد وأصيبت ابنته جراء انفجار لغم أرضي بسيارته في الطريق العام بالمديرية. هكذا تجري الأمور في محافظة البيضاء، استمرار للمعارك دون انطلاق موعد تحريرها، وضريبة فادحة يدفعها المدنيون جراء حرب الميليشيا عليهم. قالت مؤسسة اليتيم في قالت مؤسسة اليتيم التنموية إن الحرب التي تمر بها البلاد أفقدت أكثر من 50,000 طفل أحد الأبوين أو كليهما. وأوضحت المؤسسة في بيان بمناسبة يوم اليتيم العربي أن تداعيات الحرب أثرت على أوضاع نصف مليون يتيم في جميع المناطق. ولفت البيان إلى أن تسارع الأحداث واستمرار القتال وبطء الإغاثة ومأساوية الأوضاع الإنسانية جعلت الأيتام في معاناة كبيرة، مشيرا إلى أن عددا من المنظمات الإغاثية أسقطت هذه الفئة من أولوياتها.
وإلى محافظة عمران، حيث قال مصدر محلي أن عشرات الأسر نزحت من منازلها في عدد من القرى هربا من السيول الناجمة عن تساقط الأمطار الغزيرة. وأضاف المصدر أن تلك الأسر نزحت من مناطق بيت الفقيه والمخابي والجبوبة وشرارة، فيما لجأت عدد منها إلى أسطح المنازل. وشهدت عدد من المناطق في المحافظة أمطارا غزيرة أدت إلى تدفق السيول في المدينة والقرى والشعاب. كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب ميليشيا الحوثي والمخلوع ل 183 حالة انتهاك في محافظة ذمار خلال شهر مارس من العام الجاري. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس هادي يؤكد مشاركة الحكومة في مفاوضات الكويت ويقول أنها تسعى لصنع السلام. اشتباكات متواصلة في تعز، وجرحى المقاومة يطالبون الحكومة بعلاجهم. مقتل عناصر من الميليشيا في هجمات للمقاومة على نقاط تفتيش لهم في محافظة البيضاء. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.